شكرا دكتور حسان. فواز فواز، سؤالي ل 3 quick questions إذا سمحت. دكتور ماجد، يعني أنت تكلموا عن الاستثمارات الأجنبية دائما، أنا سؤالي ليش التركيز على الاستثمارات الأجنبية كثيرا الحقيقة، بينما التجربة في المملكة تقول، وجنبك خالد، الميجر FDI اللي جت كلها من سابك وأرامكو، بزنس ترانزاكشنز بين هالشركات بصراحة بعيدا عن الإدارة الحكومية التقليدية إذا حبيت ممثلة بساقية. فأنا أشوف أنه تركزون أكثر من اللازم على الاستثمار الأجنبي. الخالد لو سمحت، 120 بليون ذكرت الله يسلمك، هل هذه كابكس هل هذه نورمال يعني بهالحجم؟ لأنه حسب معرفتي بالشركات العالمية البترولية يعني الحجم هذا يبدو أنه كبير جدا، فهل أنتم أو maybe you break it down، وش اللي منها exploration وproduction؟ شكرا جزيلا. وأخيرا بس الياسر، ودي أعرف الآلية كيف استثمرتوا في أوبر، ودي تعلق عليها الحقيقة. شكرا لك. شكرا لك. تفضل دكتور ماجد. أولا نحن نخدم ونستهدف المستثمر السعودي قبل المستثمر الأجنبي، واليوم إحنا جزء من العالم، المستثمر لا هوية له لكن الأفضلية لابن الوطن. تستهدف الاستثمارات العالمية النوعية التي ستضيف إضافة للبلد، سواء كانت إضافة معرفية، إضافة تقنية، تضيف فائدة للبلد. في العشرين شهر الماضي تم استقطاب 48 شركة عالمية تستثمر في المملكة، هذا إضافة. لكن أتفق معك، هناك فعلا يمكن انطباع قد يكون غير صحيح، لكن الخدمة الأساسية والتوجه الأساسي لخدمة المستثمر الوطني. هناك ورش عمل تقام للمستثمر الوطني، أنا أقوم باتصالات وبزيارات واجتماعات مع المستثمرين الوطنيين، وهؤلاء هم فعلا الأحق وأبدى في، لأنهم موجودين حاليا في البلد. من ناحية استثمارات أرامكو، طبعا استثمارات قطاع البترول عادة نسبة وتناسب، جزء كبير منها نسبة وتناسب مع الانتاج. شركة أرامكو السعودية تنتج ما يقارب 13 مليون برميل مكافئ من النفط والمكثفات وسواء الغاز الطبيعي والغاز الجاف. هذه لو حطيتها في عمود وحطيت في العمود المجانب اللي بجنبه أكبر خمس شركات تقارن فيها فواز، لوجدت أن أرامكو أعلى منهم. وبالتالي لو جمعت ميزانياتهم الرأسمالية للعام لوجدت أنها ضعاف ميزانية أرامكو. هذا أولا. والدليل والسبب لذلك سببين: أولا نعمة من رب العالمين، وهي يعني مكامن البترول التي من الله به علينا بها، ونستطيع الانتاج منها بكفاءة أعلى بكثير من أي شركة أو دولة أخرى. والسبب الثاني هو كفاءة شركة أرامكو السعودية في تقليل الاستثمار الرأسمالي والتشغيلي، والذي ينعكس السبب الآخر، ونسبة تفوق 50% من الميزانية الرأسمالية هي تذهب إلى الاستثمارات في القطاعات المكملة للإنتاج. أنا تكلمت عن قطاع التكرير، تكلمت عن قطاع البتروكيماويات، صدارة، ساتور، أغفلت مشروع بترابغ 2 الذي سيدخل في الإنتاج في الربع الأول من عام 2018، وهو مشروع جبار. وأيضا ذكرت مضاعفة إنتاج الغاز لتلبية الطلب المحلي واستبدال سوائل الغاز الطبيعي. فهذه بمجملها استثمارات أرامكو السعودية. ولكن الأهم من نوعية الاستثمار والقطاع الموجهة له، ما ذكرته سابقا، أن نعتبر هذه الاستثمارات الرأسمالية أيضا تحفيزية للقطاع الخاص، حيث أنها ستكون عامل طلب أساسي لقطاع التصنيع، قطاع المقاولات، قطاع الخدمات، وأيضا الموارد البشرية السعودية. شكرا. تفضل الأستاذ ياسر.
فهمت السؤال كيف استثمرنا في أوبر. استثمرنا فيها بشكل مباشر وفي استثمارات أخرى إن شاء الله في المستقبل جالسين ننظر إليها بالنسبة للاستثمارات الدولية. طبعا هذه الاستثمارات في عندنا فريق متخصص ينظر إليها بالعمل مع بعض الشركاء حقينا إن كان مستشارين استثماريين أو مستشارين ماليين. شكرا.